مش عاوزة تترك المكان، إن ريحة الطعام عاملة لهم يعني أزمة دولية. هما بيبحثوا عن الريحة، عاوزين الريحة. طبعا عاوزين يذهبوا، لا هما مش بيذهبوا، ده هما عمالين يذهبوا يأتوا، والريحة عمالة تنعش عشان أبوكم أهي. شوف 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 شوف. ضم القط الكبير اللي هي امهم اهي. طبعا بتحسبهم يعني مزنوقين؟ لا ده هم عايزين ياكلوا. شوف بقول في الطعام ادي امهم اهي، ضم اكلهم اهو. شوف القط الكبير كلهم يبحثون عن الطعام، همهم يبحثون عن الطعام اهو. مع رحلة البحث عن الطعام، انظروا الطعام وتأثيره اهو. قلت لي شبط اهو اهو. رحلة البحث عن الطعام، كروبات القطط يبحثون عن الطعام. حلو الكروبات دي، قالوا كروبات القطط يبحثون عن الطعام، شوية كروبات اهي. انظروا تأثير الطعام على الإنسان وعلى الحيوان وعلى القطط أهو. كل الحكاية عاوزين يصلوا إلى الصينية فوق أهي اللي فيها الطعام فوق أهي. طبعا هم عاوزين يصلوا الصينية دي، الريحة عمالة تنغش في نافوخهم أهو، وبيرونا شوية كروبات حلوة أهو. طبعا كروبات القط الكبير يا أمهم عمال اقول بايه. طبعا يعني ايه عاوزين رحله البحث عن الطعام، كل ما عاوزين يخرجوا يجوا جري، لان الريحه بتجذبهم تاني، يرجعوا سريعا لان الريحه بيبتعدوا عن الرائحه، ريحه الطعام بتنغشش في النافوخ اهو. هكذا استمتعنا بالقطط وشكاوى القطط في البحث عن الطعام. بتقول أين الطعام؟ ما زال القط الصغير الأسمر بيدور مع الرائحة، حيث تدور الرائحة أهو. صعد فوق العصر بيتتبع الرائحة أهو. يبقى دي إيه؟ تتبع الرائحة. هكذا تأثير الطعام على الحيوان وعلى الإنسان. هو القط حيوان، وهذا القط التاني جاي أهو برضو، كل ما يخرج مع أمه إيه يأتي سريعا يريد البحث عن الطعام أهو، لأن إيه الرائحة بتنغشش في النافوخ أهو أهو. فكل رائحة أهو أخذ بحثا عن الطعام. وما زال القط الآخر أهو. متعة متابعة القطط وهم يبحثون عن إيه؟ عن الطعام أهو. القطط تبحث عن الطعام وأمهم جالسة في المكان البعيد تعصبا من العنف مع لكنهم إيه بيجتمعوا أهو، اجتمعوا بعيدا مع الأم ويريدون الخروج، ولكن الرائحة تجذبهم للعودة ثانية. وهكذا القطط والطعام. واقتربت القطط من الطعام. المهم تأثير الطعام على الحيوان والإنسان، تأثير الطعام شديد، ولذلك الجوع والعطش شديد، فلكل راع أن ينتبه. انظروا ماذا بذلت القطط من جهد لتصل إلى الطعام والشراب. الرائحة تجذبها غير المبالية، وعن موقعها والسكنة بتاعتها فوق السطوح نزلت 4-5 دور أكثر من مرة لتناول الطعام والشراب اهو اهو. انظروا اهو، حتى احنا لو جينا نقترب برضه لان الطعام والشراب جاي اهو. انظروا عناء البحث عن الطعام والشراب والكم من الوقت. لو الانسان يتشبه في هذه القطط في سعي للطعام والشراب والحياه والعمل من اجل الوصول لطعام وشرابه لا انتعشت الارض ولا زادنا ازدهارا ورخاء. كنت مع انه غير مكلف
بيدين طعام مشرب ولا الزراعه ولا الحصاد، لانه شوف كم بذل، انظروا كم بذل للوصول لهذه اللقمه. هذه متعه الطعام والشراب وجاذبيه الطعام والشراب. جاذبيه الطعام والشراب، هكذا تاثير الطعام والشراب على الانسان وعلى الحيوان. نعمل لهم طرف شويه جذب تاني اهو. شو بيقولوا طبق ازاي؟ اصل بيقولوا الدول الاوروبيه اللي بتحافظ على الرفق والحيوان بس والانسان، لا احنا عندنا اهو. شو بنقدمه على طبق من الصين ازاي؟ بناكل الحيوان والعنايه بالحيوان اهو، بالقطط خاصه، يبقى بالحيوان عامه والقطط خاصه، لان الاسلام امرنا بهذا. الرفق بالحيوان اهو، بناكلهم فين؟ اهو بناكلهم ملذة ومطاب، طعام هنيئا مريئا على طبق من صيني اهو. طبعا بنشوف الايه، شوف كم اكلوا هم، ياكلوا من طعامنا اهو، يطعمونا من طعامنا. يعني اي كرم في الاسلام اكثر من هذا؟ مش هناك وليس هناك لدول أوروبية فقط، لا، نحن عندنا الرفق بالحيوان، بل ذوك هذا الحيوان والقطة خاصة صبر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الماء، حتى إيه، حتى شربت وروت من ظمائها، وسمى صحابي كبير كان له قطة بأبي هريرة أهو. وهذه القطة اهي بدليل احنا اهي بنكرمها وبنديها طعام في طبق من ايه؟ طعامنا اللي بناكله اهو، بتاكل منه في طبق من في طبق من في طبق من صيني اهو. طبعا بتخنقنا اهي، نشوف المشغبات بتاعتها بقى اهي، عايزين نسجل الصورة. المشغبات اهو، انظروا نسجل المشغبات بتاعتها. خد طبعا عايزين نسجل شوية من التنطيب بتاعهم اهو، الشقاوة بتاعت القطط اهي. هكذا اكرام الحيوان عندنا في الاسلام، نكرمهم ونتألف بهم ونترفق بهم والرفق بالحيوان. هذه من صفات الإسلام أهو. هذا الحيوان طبق طبقا من الطعام، والسلام ختام، والرفق بالحيوان سمة الإسلام وأوامر من الرحمن سبحانه وتعالى. فالرفق بالإنسان يا إخوة الإسلام، مش نرفق بالحيوان ونقطع دابر الإنسان ونميت الإنسان ونهلك الإنسان، لا، الرفق بالحيوان يبقى الرفق بالإنسان أولى. والسلام ختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.